دكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعه بوزاره الزراعه. دكتور عباس ازي حضرتك؟ اهلا يا فندم. اهلا بيك. معايا سياده اللواء احمد مدني عضو مجلس النواب عن دايره شبين الكوم. كان معايا بعض المداخلات بتقول الجمعيات الزراعيه والاسمده ونقص الاسمده والتعدي على الرقعه الزراعيه. انا عارف ان الملف ده حضرتك مهتم بيه جامد جدا، فقلنا نتصل على حضرتك ترد على المداخلات اللي بتجن. نعم، تحت امرك باذن الله. يعني قول لي منظومه الاسمده في الموسم الصيفي هيتم توزيعها ازاي؟ وهل في جمعيات بتبقى محرومه؟ لا 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 لا، الكميات بتبقى بسيطه وبيحتاج اكتر. مفيش اي حاجه اسمها جمعيات محرومه. احنا عندنا بالنسبه للمنوفيه احنا عندنا ثلاث قطاعات اربع قطاعات بيوزعوا اسمده. ماشي سعادتك؟ اتمام ائتمان واصلاح واستصلاح وفرع البنك بالاماكن اللي هي خارج الزمان. ماشي سعادتك؟ اتفضل يا دكتور. اتفضل يا دكتور. والاراضي اللي هي خارج زمام اللي هي الشركه الزراعيه للتنميه، الشركه المصريه للتنميه الزراعيه. الجوز اربع قطاعات. طبعا المعتاد، يعني طبعا انت عارف ان ده السماد بيسموه السماد المدعم او يعني المش حر. فعاده الائتمان من جمعيات الائتمان. وعلى طول بتبقى في برامج شحن بتجيلنا من اللي هو المسؤول عن المركزيات هناك مع مدير عام التعاون. واحنا بناء على الكشف الكشوف ديت المرسله الينا ومرسله الى شركات الاسمده بنبعت لهم الاحتياجات السماديه بتاعتنا. لو في ائتمان ماشي، في اصلاح بنفس الهيكل برضه، الاصلاح في مسؤولين بس بيشترطوا ان هم يعني يدفعوا يدفعوا ثمن الاسمده. لان الاسمده بيعتبر زي ايه؟ مال دوار. انا جمعيات الائتمان، جمعيات العامه للائتمان او الجمعيه العامه للاصلاح او الاستصلاح بيشتروا السماد وبعد كده يضخوا للمزارع والمزارع يدفع ثمنه وترجع الفلوس ثاني ايه؟ تعمل دوره ثانيه. ففي الحاله دي لازم اللي بيشتري السماد يدفع ثمنه عشان يبدا يسدد شركه السماد، وشركه السماد تبدا تضخ اسمده اللي هي القطاعات الثلاثة أو الأربعة المسؤولين عن التوزيع. إحنا ما زال عندنا سوق سوداء في الأسمدة ولا قدرنا نقضي عليها دكتور عباس؟ إحنا ما بنقولش سوق سوداء، إحنا بنقول السماد الحر. السماد الحر ليه سعر فعلا زيادة عن السماد المدعم. اللي إحنا في لفظة كده مجتمع بيقول لك سوق سوداء، هي مش سوق سوداء، هو دي سماد حر، سماد بيباع. ليه حرية؟ ليه؟ لأن إحنا عاملين سقف للتوزيع 25 فدان. طب اللي عنده أكثر من 25 فدان، طب والقطاع الخاص اللي عنده استثمارات موسعه في الاراضي الجديده ده بياخد السماد الحر. لكن احنا بنسخر توزيع السماد بتاعنا لما دون ال 25 فدان او الاقل من 25 فدان، من اراض لفدان لكذا لكذا حد اقصى 25 فدان. فلازم يكون موجود سماد حر يغطي احتياجات المساحات الاكثر من 25 فدان او الكسارات او المساحات الموسعه الاراضي الجديده لكبار المستثمرين. انا عارف ان حضرتك عملت منظومه يا دكتور عباس لمراقبه الاسمده وتوزيعها على المنافذ، قولها لنا في اختصار كده. هو احنا دلوقتي احنا عملنا الكلام ده الحمد لله بفضل ربنا، عملنا في لجان مراقبه داخل المصنع نفسه، السبع مصانع اللي بناخد منهم فيه لجنه دايمه في كل مصنع بترصد العربيه ورقمها والكميه وطلع لمحافظة ايه، مركز ايه، جمعية ايه، وبتبعتهولي زي بيان يومي كل يوم قدامي على المكتب. وانا من خلال عاملين دليل تليفونات لجميع الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية عشوائي كده، بنبدأ نختار جمعية اثنين ثلاثة خمسة حسب الوقت المتاح ونتأكد من وصوله. طيب قال لك ان في بعض التسريبات اثناء الشحن من المصانع للاماكن التخزين سواء جمعيات او اماكن تخزين اسمده بالنسبه للشركه الزراعيه المصريه. عملنا اثنين باركود داخل كل جمعيه ان بوليصه الشحن اللي تطلع مع العربيه لازم يبقى عليها ثلاث اختام، ختم الكوبيا العادي بتاع زمان واثنين ختمين باركود داخل الجمعيه لمدير الجمعيه وامين المخازن. لازم بوليصه الشحن ترجع لنا عليها الثلاث اختام دول. وبحال احنا بنعمل مراجعه ثانيه من خلال لجان المراقبه على هذه بواليس الشحن بعد الرجوع. وبناء عليه احنا فعلا مسكنا مجموعه او عدد من بواليس الشحن من غير الباركود ومتحوله دلوقتي كلها في النيابه، مش هنقول اسماء ناس ومش هنقول اماكن حفاظا على سريه التحقيقات اللي هي جاريه دلوقتي. دكتور عباس انضباط فعلا في المنظومه الى الان.
دكتور عباس شناوي، انت بتبذل مجهود كبير جدا في قطاع الخدمات والمتابعه وفي منظومه الاسمده، يعني استمروا على هذه الشفافيه مع الناس وحل مشاكل الناس بالشكل اللي انتم ماشيين بيه ده، لان الناس محتاجه اللي يتفاعل معاها ويحل مشاكلها. الدكتور عباس شناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعه بوزاره الزراعه، بشكر حضرتك جدا.